مش هتقوم تاكلك لقمه يا اخويا، ده انت خدت المشوار صد رد واكيد لكلت ولا شربت، انا عارفاك. ماليش نفس يا مديحه. والزعل بس هيفيد بايه؟ صحتك يا ابو صلاح، ده احنا ملناش غيرك. خديجه صعبانه عليا قوي، مش قادر انسى بصيتها ليا وانا ماشي. انا كمان صعبان عليا نفسي، ازاي الراجل الغبي اللي اسمه عبد الدايم ده يعمل معايا كده واسيبه؟ انا كنت قادر امسح بكرامه الارض، بس فضلت ماسك نفسي لغايه اخر لحظه عشان احافظ البيت على بيتها وعلى جوزها. دول ناس لا عندهم لا اصل ولا ذوق. بس تصدق انا عمري ما كان يجي في بالي ابدا ان خديجه يبقى نصيبها كده. البت يعني خرجت من الدار للنار كأن مش مكتوب لها تفرح. المسكينه اول ما لقيت الموضوع هيتطور راحت جره ناعم مع حماها، قالت معلش يا بابا انا مش هقدر اسافر، بابا الحجز عليا، والراجل النطع مش هيقدر بقى شحتفتي وبهدلتي عشانها، لا سابنا ومشي. واكيد العقربه حماتها كانت فرحانه، واكيد كمان يا عيني كانت شمتانه فيها. خرجت من بيتهم ماشي تايه مش شايف قدامي. معلش يا اخوي ما تزعلش نفسك، ان شاء الله كل شيء هيتصلح. لما يخرج حربي ابقى هاته هنا وهزقه، ولا لا اكيد هو اللي هيجي لك ويعتذر لك عن اللي اهله عملوه، وساعتها بقى تبقى تاخد حقك منه ومن ابوه تالت ومتلت. انا عايز انام يا مديحه، مش رايح الشغل. طب مش هتغير هدومك؟ شويه كده هبقى مغير، شغلين القران بس عشان يهديني شويه. من عينيا يا اخوي. اخت تريز، اخت تريز. ايوه. في ثلاثه بره شكلهم ما يطمنش وعايزين يقابلوكي ضروري. يعني ايه شكلهم ما يطمنش؟ ثلاثه ملتحيين وبيتكلموا بطريقه مستفزه قوي. دخليهم. طب نكلم ابونا نبلغه يجي، او حتى ابعت لنا اي راجل عشان ما نبقاش لوحدنا. راجل ايه وست ايه؟ في ايه مالك؟ في ايه؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. اتفضلوا. لا شكرا. احنا جايين في امر مهم ومش عايزين نضيع وقت كتير. مصلح الجاهل مدير جمعيه العروه الوثقى للرجال. تشرفنا. اي خدمه؟ الخدمه انكم تكفوا اذاكم عننا، والا والا ايه حضرتك؟ احنا مش بنأذي حد. احنا عارفين كويس انتم مين. انتم جمعيه مسيحيه بتقوم بتوزيع ماكينات الخياطه واشياء من هذا القبيل على الفقراء. وده يضايق حضرتك في ايه؟ يضايقني بل يغضبني بل ويغضب الجميع ان تنحرف الجمعيه عن مسارها المعلن عنه. خليكوا في مكان الخياطه احسن، وبلاش تلعبوا بالنار. نار ايه يا فندم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف يا إنسة، أولا مالكمش دعوة بالمسلمين، لا من قريب ولا من بعيد، لا فقير ولا غني. خليكم في جمعيتكم وفي شغلكم. لو جالكم مسلم على بق مية ما تدهولوش، وسيبونا بقى في حالنا. وعلى رأي المثل جحا أولى بلحمة قرب. يا أستاذ مصلحي، واضح ان حضرتك مش عارف اهداف جمعيتنا ايه. احنا بنخدم المجتمع كله بغض النظر عن الديانه اذا كانت مسلمه او مسيحيه. يا سلام، الله الغني عن خدماتكم يا ستي. احنا هنحكي كتير يا شيخنا. اللغم اللي فيها يا شيخنا علشان نشوف مصالحنا. نحب نفهم طلبات حضرتك ايه. بدون لف ودوران، جمعيتكم بتعمل على تنصير المسلمين، وهذا خط احمر من يتجاوزه نقذف به في الجحيم. المرة دي أنا بكلم من سامي، أما المرة الجاية مش هيكون فيه كلام، وقد أعذر من أنذر. الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط. لا، الكلام ده صح، وده آخر كلام عندي. الهانم ناوية بإذن المولى تعرف عوايدنا ماتي بعد 50 60 سنة.
بيقولوا من عاشر الجوم 40 يوم صار منهم وانت خللت هنا ولا مقدرانه ولا مقدره عوايدني. انا عملت ايه بس يا ابله؟ بقول لك ايه، بلا ابله بلا عبله بلا فلجه مخ، سايق عليك النبي بلاش كهن ولاد الزوات وسهواتك النسوان ده. كهن؟ الله يسامحك. مش هيسامحني ولا يسامح حد طول ما انا شايفه المايله وما عدلهاش. وانا مايله في ايه يا ابله؟ قاعده متوركه ولا على بالك لا بيت ولا شغل، كاننا خدامينك. اسمعي، احنا الخواطر ننخدم ولا نخدمش، احمدي ربنا وحب على ايدك وش وظهر انه وجعك فينا. في حريم زيك بيتربوا تحت البهايم ويشيلوا تراب الفرن على راسهم ويجرسوا الجلي. واللي مطلوب مني تحسي بوجعتني، صفاء فيها اللي مكفيها، والبت هاني خيبتي راسها بعمايلك. قومي شوفي اللي وراكي. اللي هو ايه؟ فيه كومة غسيل وفيه خبيث وفيه طبيخ وفيه مكوى، ده هم ما يتلم. لكن قولت ان تقعدي متستته واحنا نخدمك مش هتسمعيها تاني. وما تقوليش صباح فين، صباح النهارده ما جاتش، ولو كبرت في دماغي مش هخليها تحط ايدها في حاجه تاني. ومين تحت امرك يا ابني؟ هعمل ايه وياك يا ولد عبد الدايم؟ انت شفتني وعم اعترف عليك؟ سهلا. هقول له الرسول قال الحرب خدعه، وانا حبيت استفيد من سنته واخدع الطواغيت بتوع امن الدوله، وبان قدامهم اني اهتزيت. ايوه، هو هيصدقني، هو على نياته وطيب. لا، حربي حنش ساعة الجد هيبقى واعر، هيصرخ فيا ويقول لي ما تجيبش سيرة الرسول على لسانك. لو قال لك ده هقول له انا جبت اسم عيلتك وجبت اسمك علشان الدعوة تستفيد باسم عيلتك، ويخرجوك. ايوه، والجهاد يستفيد بيه. راجعتك السوداء كان ليت أمك لم تلدك. انت كذاب ومجرف. ها وبعدين؟ فضل يخبط دماغه في الحيط لغايه لما راح في غيبوبه، بس الحمد لله انقذنا حياته. الواد ده لو كان مات كنا روحنا في داهيه. العيال دي منفذه على بره، هتلاقي مليار منظمه تطلع تقول لك المجاهد في سبيل الله ان الدوله موتته. العيال دي زي القطط بسبع ارواح، واحنا لازم نطلع ارواح واحده واحده من غير دم ولا شوشره. ازاي سعادتك؟
الواد المجرم اللي اسمه كامل ده لما ضغطنا عليه شوية بدأ يقر، لما نضغط أكتر هيقر بكل التفاصيل. يا فندم العيال دول مجرمين بفطرة، دول فاكرين إنهم بيجاهدوا في سبيل الله. فطرة إيه يا أحمد وصريخة إيه؟ ده مش شغلنا. إحنا شغلنا نمسك البلد بإيد قوية، إيد من حديد أو من حرير، ده بقى حسب الظروف. طب أنا عندي خطة هقول لسعادتك عليها، لو سعادتك وافقت هتفيدنا جدا. قول. احنا بنتعرض لضغوط كبيره جدا جدا علشان نفرج عن الواد حربي ابن عبد الدايم. كده بقى موجتك بدات تركب على موجتي. كمل يا بطل. احنا هنعمل اكننا استجبنا للضغوط دي ونسيب حربي يرجع بيته. في الحاله دي الواد كامل هيتجنن من حركه الافراج عن حربي. يتجنن ليه؟ عشان هيخاف ان حربي يبلغ باقي الاخوه انه اعترف عليهم. في الحاله دي هيتجنن كامل زياده، وكل ما يتجنن اكتر كل ما هيعترف اكتر، وده هيبقى الجو المثالي اللي نقدر نجند فيه كامل بشكل نهائي. نفذ خطتك فورا، واكيد بس النار هتجيب حوت مش بسريع. السلام عليكم. وعليكم. عندكم واحد اسمه كامل؟ واحد ازاي يعني؟ ظابط ولا امين ولا عسكري؟ مش توضح كلامك. ايه يا ولدي، اسمع باقي كلام الراجل وبعدين ابقى رد. انا مش ابني، انا امي في البيت. وبعدين خلصوا قولوا لي عايزين ايه بقى عشان انا مش فاضلكم. كامل ده يبقى ولدي وهو عندكم؟ لا اله الا الله. يعني ايه عندنا؟ محبوس عندكم. محبوس؟ لا ده تروح تسال عليه في المركز بقى. احنا هنا امن الدوله، لا عندنا حجز ولا حتى حبس. فاش حاجة لما تدور في السجلات اللي قدامك دي. اللهم طولك يا روح. اسمه ايه بالكامل المحروس يا سيدي؟ اسمه كامل. كامل علي ايوب من بني خاطر الشرقية. انا هطلع له بطاقة التموين. مفيش حد عندنا بالاسم ده. يعني ايه مفيش؟ كامل هنا؟ لا كامل ولا ناقص. اتفضلوا اسألوا عليه في اي مكان تاني. وانا بقول لك ولدي هنا ومش ماشي الا لما اعرف عملت في ولدي ايه. ايه 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 انت يا ابن ادم اللي بتزعق انت؟ انت فاكر نفسك فين هنا؟ هنا المكان ده محد صوته بيعلى فيه. انت فاكر نفسك واقف في حوش مواشي؟ وبعدين في الكلام اللي فور الدم ده قولوا لي ولدي فين وانا ماشي من هنا. يلا يلا اتكل امشي من هنا. وبعدين انا هعدي لك الحكايه دي المره دي عشان خاطر الست اللي معاك. انت فاهم؟ لكن لو حد من البشوات شافك هنا هتبقى وعيتك سودة. يلا اتاكل. يعني يا رب نطلع من نجرة نجع في ضحضيرة، البلد كلتها واقفة لبعض، سترك يا رب. ولا نجرة ولا ضحضيرة ولا أي حاجة، احنا وضعنا تمام التمام. تمام كيف يعني؟ والناس بينها وبين بعضيها دم. دم ده ضريبة وأي واحد لازم يدفعها، ومفيش بلد في الدنيا مفيهاش ضرائب. على رأي المثل اللي مش غرمان يقول اذبحوا العشار. انت خلص عليك حاجة؟ ما تولع البلد، انت عامل زي المنشار طالع واكل نازل واكل. الكلام ده بيتقال لي انا اللي شايل هموكو وشايل مشاكلكو كلها من ساعة ما اتولدت. انا اخس زمن. لو هتفضلوا تتناجروا كده زي الديوك اني هرو. خلاص انكتمت اهو، لما نشوف اخرتها. دلوقتي لازم نرتب وراك، لان الحكومه مش هتسكت وهيطلبوا ناس منينا للتحقيق. ولا انت فاكرين انه دم ولد توفيق هيمر بالسهل؟ يا ابونا دمنا احنا بس هو اللي رخيص. الدم كله مصيبه، وزي ما الحكومه خدت ناس منيهم ضروري هتاخد ناس منينا. طمن يا اخويا، طمن يا عم القلقان. انت انا اللي بترافع في النقص، وانا اللي هطلعكم منها زي الشعره من العجين. هو احنا قتلين قتل عشان تطلعنا منها ولا تدخلنا فيها؟ ما تحاسب على الفاظك شويه. العفو يا ابونا ما تزعلش مني، انا ما اقصدش كده خالص. انا اقصد اقول يعني ان احنا مالناش دخل خالص بحكايه قتل ابن توفيق خاطر. احنا لازم نتحرك بخطوه. انا بقول اهم خطوه ان حامد ايوب يتمسك ويجر على اللي حرضه يعمل العقد اللي معاه. وبعد ما يتمسك حامد ايوب لازم نبتدي في موضوع البنى فورا. لان احنا كده اتاخرنا كتير قوي، وانا بصراحه
خايف لحسن الفلوس اللي لميناها تتبعزق قرش هنا ولا قرش هناك. تخرب بيت البونة على بيت الزفت على بيت الطين. بونة ايه اللي يكمل والبلد جايده فيها حريقه؟ كانت شرم هب بشرط البونة دي. يا ريتنا حمدنا وشكرنا على الكنيسه اللي عندنا بدل المصايب اللي نازله ترخ فوق دماغنا من ساعه ما سمعنا كلامك في مشوار البونة ده. يا سلام، يعني في الاخر بقيت انا سبب المصايب كلها؟ خلاص انت نسيت اللي بدأ بالعركة، ابن علي ايوب صاحبك وحبيبك؟ ها؟ نسيت ان اللي زور العقد برضه واحد من عيلة ايوب؟ اسكت يا راجل اسكت اسكت. تعرف انا لو مكانك كنت دفنت نفسي بالحياة. يوه دي حاجة تجري، كل قاعد قبل اخناجة ايه؟ انا مروح. عملت ايه مع حمد ايوب؟ الله يخرب بيته وبيت اليوم اللي شفناه فيه. في حد كان بيجرى الغيب عاد عشان يعرف ان حتة وردة هتعمل ده كله؟ المهم عملت ايه؟ رزعت 10 بوات مقفولين وقلت له يغور في داهية في اي حتة لغاية ما الليلة دي يبان لها شمس. غلط غلط يا توفيق، كل اللي بتعمله غلط. غلط؟ غلط كيف يعني؟ انا اقول لك كيف يا خفيف. لما حمد ايوب يدوك طعم الفلوس وحلاوتها عمره ما هيبطل، كل شويه يفضل يقول لك هات هات هات، ولو ما ادتلوش يقول لك اكشف السر. ما يقدرش، لانها لو طبلت هتطبل على دماغه. العقد مكتوب باسمه والحكومه ملهاش غير الورد. انا حتى قلت له شددت عليه انه لو لا قدر الله انعكش يموت على كلمه واحده ان العقد صحيح، على ما الحكومه تعرف انه مزور يكون حلها الحلال. هيا بيت بيت طلقني يا توفيق. ايه الكلام الخايب ده؟ عايزه اطلق. في ايه يا بيت؟ انت كنت يا بيت عايزه اطلقه بالثلاثه ودلوقت. في ايه بس يا ابي؟ طلقني اقولها لك من لو انت عشان تفهم. وطي صوتك لخت بلاش فضايح. ايوه يا بيت انت اللي خايفه من الفضايح قوي، بدك خيبه على ربوكي. طلقني يا توفيق طلقني يا توفيق لو كنت راجل. يا بنت الحلال أنا ما خدتكيش من الشارع، خدتك من يد راجل ود عمي الكبير اللي هو أبوكي. لو رضيه كلامك ده أنا ما عنديش مشكلة، هطلقك هطلقك بالتسعة مش بالتلاتة بس. ده أنت بتتلكك بقى. مش حصلك أنت، إحنا عيلة واحدة ما نحبش الأغراب يتدخلوا فيه. عيلة واحدة عيلة واحدة، أنت هتفضلي تقولي كده لحد ما تخرب البيت؟ أنت قلبك أسود قوي. أخرس يا بنت أخرس أخرس. انت فاكر ان انا قاعده هنا عشان خايفه منك؟ لا انا قاعده مستنيه حرب لما يطلع وبعدين يشوفني صرفه معاكو. بقى كده يا بنت المدارس بتشتمي ام جوزك؟ انا غلطان انه ما رمتكيش بره البيت. انت فاكر ان انا قاعده هنا عشان خايفه منك؟ انا لو عايزه امشي كان زماني مشيت من زمان. انا بخافش من ضرب نارك ولا من اي حاجه، انا بس قعدت علشان ابويا ابويا يوصل مصر بالسلامه بعد ما اهنته في بيتك. كل يوم زعيق واهانه وشتيمه، انا خلاص ما بقتش قادره استحمل. وكل ده ليه؟ حتى بابا لما جه علشان ياخدني بابا اقترضه وقال لي لو خرجتي معاها هضربك بالنار. انتوا فاكرين الناس عبيد عندكم؟ كل اللي حصل معاكي ده قليل، دول لو ذبحوكي تستاهلي اكتر من كده. ليه؟ كفرت؟ انت ما سمعتش بنفسك اللي قالوه؟ سمعت. المصيبه اني سمعت. لو حد قال انك وقفتي قدام الحاج ونطحتيه كلمه بكلمه كنت قلت انه مجنون، لكن انا شفتك وسمعتك بنفسي واقفة بتردي عليه الكلمة بعشرة. واحدة غيرك كانت حاطت جزمة في حنكها بعد اللي عملته مع هنا والدكتور. اه هو الموضوع كده بقى، انت تحب اه اختك تحب لا. غلطة عمري اني عملت لك واتجوزتك. طيب صلح غلطتك، رجعني بيت عمي بكرة. عينيا من بكرة انزلوا مصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام منين؟ من مصر؟ كويس الحمد لله. عرفت منين انك خرجت؟ انا لسه طالع. تمام. بقول لك ايه؟ معايا هكلمك من الشريحة التانية. تمام؟ انت عارف
فص ملح وداب، قلبت عليه بني خاطر شرق وغرب، مفيش حاجة اسمها حامد أيوب. طيب اهدى اهدى عشان نعرف نفكر يا فندم. اختفاء الراجل بالمنظر الغريب ده يؤكد ان هو معاه سر كل الموضوع. انت كان عندك شك في كده ولا ايه؟ هيكون راح فين بس يا فندم؟ ده مزارع، يعني الطبيعي انه مرتبط بأرضه. انسى موضوع الأرض والكلام ده. بقولك ايه، ابعت الاستعلام لإدارة الجوازات شوفوا خرج بره مصر ولا لا. معقول يا فندم راجل زي ده يفكر بالطريقة دي؟ طبعا يفكر بالشكل ده. واحد عامل مصيبة في مصر اكيد هيفكر في الهرب بره مصر. عايزك تبعت لي إشارة لكل فروعنا على مستوى الجمهورية، انا عايز حامد أيوب حي مش ميت. حاضر يا فندم، بس في حاجة كده عايز أسأل حضرتك عليها. اتفضل. بالنسبة لكامل، كامل دلوقتي في النيابة، هنعمل معاه ايه؟ كامل يرجع المستشفى تاني، ولما يخف لينا كلام معاه، وبقية العيال يروحوا على أمن الدولة، ولو النيابة أفرجت عنهم يبقى لينا حل تاني. يا فندم العيال دي هتخرج كل إن إحنا عذبناهم. يقولوا اللي هم عايزين يقولوه. اعمل لهم أوامر اعتقال جديدة. أنت نسيت إن معاك أوامر اعتقال على بياض موقعة من السيد الوزير؟ لا يا فندم ما نسيتش. خلاص ما دام ما نسيتش يبقى نفس. اهلا يوسف باشا. على فكره انا زعلان منك عشان انت قلت لي امبارح نام بدري وهتلاقيني جنبك، وانا بقى شربت المقلب ونمت بدري وانت ما جيتش. مقلب على اساس ان النوم بدري كارثه مثلا يا يوسف؟ وخلي بالك انا حالي النهارده بالليل ومش هروح الدكتور غير لما انت تيجي معايا. هتاني النهارده بالليل؟ معلش يا حبيبي والله انا جالي شغل، بس قريب جدا جدا هاخد اجازه واجي لك. يا حبيبي ازيك؟ المجرم ده بيقول انه هيعيا بالليل، الواد بيبتزني. هيعمل ايه يا سيدي؟ ما انت وحشته، والظاهر فعلا اننا بقى لازم نبتزك عشان نشوفك. والله غصب عني يا حبيبتي، الدنيا هنا مقلوبه، انا تقريبا ما بنامش. اوعدك قريب قوي هاخد اجازه واجي لكم. كده برضو عشان هو بس وانا لا؟ ده كلام. وام يوسف راحت فين؟ طب يا حبيبتي عشان عندي شغل بقى هسيبك، بس والله قريب جدا هبقى عندكم، هاخد اجازه قصيره واجي لكم ان شاء الله. ماشي يا احمد، لما نشوف. عاجبك كده؟ ما عنديش غير كلمة واحدة، يا ميت ندامة، يا ميت ندامة على الدورات التدريبية اللي دفعنا فيها دم قلوبنا، يا ميت ندامة على الجهاز اللي المفترض انه بيحكم البلد. ساعة الجد يبان انه زي رغوة الصابون، كل البهوات والبشوات اللي قاعدين قدامي دول مقصرين. تقصير يصل لدرجة الجريمة. أقول إيه لسيادة الوزير والقيادة السياسية؟ أقول لهم إن أنا مساعد أول الوزير، كنت عامل اجتماع عشان حتة عيل معرفناش نأمن وجوده في المستشفى. اسمح لي يا فندم. اسمح بيه يا احمد؟ ايه الجديد اللي عندك عشان تقول؟ ولا هتقول ان الولد الارهابي ده كان لابس طاقية لخفة؟ يا فندم ادينا فرصة 24 ساعة والولد ده هيكون قاعد تحت رجلين سعادتك. ما عنتش اصدق الكلام ده. اسمعون انتم، في خطة من ثلاث محاور لازم تنفذوها فورا، اللي هيأثر يعتبر نفسه معاش من دلوقتي. نمرة واحد أو المحور الأول، فورا يتقبض على كامل لو سافر الصين يجيني هنا حي. وإحنا بنقبض على كامل هيكون في خطة مراقبة للولد الإرهابي التاني اللي اسمه حرب.
مراقبة يعني مراقبة، مش حتة مخبر ياخد رشوة وينام عليها؟ طب أسأل سيادتك سؤال، قول ليه حضرتك شايف إن كامل لازم يروح يقابل حربي؟ أنا أعتقد إنه مش هيعمل كده. بالعكس يا أحمد، كامل أكيد هيروح لحربي لواحد من ثلاث أسباب. السبب الأول إنه لازم يكمل معاها مشوارهم الإرهابي. السبب الثاني إنه يشرح له موقفه وليه هو اعترف عليه. السبب الثالث إنه لازم يتخلص منه عشان ما يفضحوش قدام باقي الجماعة. والمحور الثاني سعادتك حامد أيوب، مفيش حاجة اسمها خلاف. تجيبوا حامد أيوب من تحت الأرض، ده مفتاح اللغز. المحور الثالث والأخير، لازم يبقى فيه تحقيقات بجد مع الأقباط عشان نعرف مين قتل الولد اللي اسمه رمضان. القضية دي لازم تتحل من جذورها. ممنوع الاستسهال وممنوع التلفيق. أنا عايز شغل من النار عشان نخلص. القضية دي لو ما اتحلتش بطريقة ترضي القيادة السياسية يبقى عليه العلط في سمعة الجهاز كله. ومعنا على الهاتف مراسلنا من أسيوط الزميل مايكل حنا. مايكل، هل لك أن تضعنا في أجواء ما يحدث الآن في أسيوط؟ اللي حصل في أسيوط مش كبير وخطير وبس، ده مريب كمان. برجاء مزيد من الشرح لما تقصده بكلمة مريب. في تسريبات شبه أكيدة إن المتهم في أحداث كنيسة بني خاطر الشرقية كامل علي أيوب هرب من المستشفى اللي كان محجوز فيها على ذمة تلقي العلاج. لمزيد من الدقة زميلي العزيز، هل هرب كامل أم جرى تهريبه؟ لما تكون حراسة المتهم الرئيسي في قضية كبيرة وخطيرة زي قضية أرض الكنيسة، أقول لما تكون الحراسة فرد أمن عجوز تبقى بصراحة طبخة فاحت، والموضوع موضوع تهريب مش هروب. أصل لو المستشفى متأمنة صح، ما كانش لا كامل ولا عشرة زيه يقدروا يهربوا. القصة هي قصة دم الأقباط اللي جهات كتيرة بتتعامل معاه باستخفاف. كفاية قوي كده، هنسمع إيه أكتر من كده؟ يا أبانا الذي في السماوات ارحمنا برحمتك. مش عارفة حكومة ايه دي سايبة الشعب يقتل بعضه وتهرب المجرم اللي ايدي غرقانة بالدم. ربنا ينكد عليه اللي عايز ينكد علينا قبل العيد. البكا مش هيفيدنا بأي حاجة يا جماعة، لأن حياتنا لازم تمشي لقدام. يعني ايه يا بابا؟ عيد الميلاد المجيد على الأبواب، فهنروح القداس عادي خالص ونعيد على قرايبنا وحبايبنا زي كل سنة، وبعد كده نروح نتفسح. نتفسح؟ والناس اللي اتقتلت دي؟ أيوة نتفسح، فهاش أي حاجة. احنا مش هنموت ورا اللي ماتوا، وانت بالذات أكتر واحدة فينا محتاجة انك انت تغيري هوا. فعلا أنا عايزة أغير هوا. أنا رايحة الكنيسة، أما مسألة الفسحة دي فمتعملوش حسابي معاكم فيها. يا أبانا الذي في السماوات ارحمنا برحمتك. الحمد لله على السلامة أخي حربي. الله يسلمك يا أمير. تفضل. تفضل يا مولانا. السلام عليكم. السلام. بس المكان ده امن يا امير؟ ده مخزن بتاع واحد من الاخوه، يعني امان الامان باذن الله. امان؟ والزمان ده لسه فيه امان. مالك كده يا اخ حرب؟ مش عاجبني، مش عاوزك تكتب حاجه جواك، قول كل اللي عندك. كامل يا امير، كامل كنت بعتبره بالنسبة لي أكتر من شقيق، مش بس زميل أو أخ من الإخوة. باعني بعد أول ألمين في أمن الدولة، وقال معلومات مش بس ممكن تضيعني، دي ممكن تهد الجماعة كلها. إن شاء الله خير يا أخ حارب، ما تقلقش. ما كنتش متصور أبدا إن الأخ كامل يطلع بالضعف والوهن ده. كل ذلك رأيناه في مسيرة الجهاد يا أخ حارب. شوف، التجارب علمتني أنا على وجه الخصوص يبقى عندي شكوك من الناس اللي بانوا متطرفين قوي. طيب عرفتوا تفاصيل عن المعلومات اللي جالها كامل خصوصا في غيابي؟ عرفناه، وعرفنا قد ايه انت كنت ثابت، ضربت المثل الوفاء بالعهد والقسم.
لما عرفنا اللي حصل حمدنا الله على فراسة رأي أميرنا، لأنه كان من الأول بيراهن عليك أنت يا أخ حربي مش على كامل. طيب إيه، مش هنشرب شاي ولا إيه عشان دماغ الأخ حربي تتحمل المفاجأة الجاية؟ إزاي بقى نلاقي ويكون الشاي جاهز؟ فاجئت إيه يا أمير؟ أولا كامل خلاص بقى تحت إيدينا ومتحفظ عليه الآن. خلال التحقيقات اللي هتصير تجرى معه خلال دقائق سينال ما يستحقه من جزاء عادل إن شاء الله. وثانيا أنت ستتولى المسؤولية، ستصبح الرجل الأول هنا في فرع الجامعة، وأنا واثق فيك في عزمك، سيفتح الله بإذن الله على يديك كل الأبواب المغلقة. أيوة يا أمير، بس كامل كان ليه علاقات كتير داخل الجماعة، ده ممكن يتسبب في حرب. كامل لم يعد له وجود، وسيتم التنبيه على الجميع بهذا. قاعدتنا يا أخي حربي بأن الخطأ الأول هو الخطأ الأخير، من خان مرة سيخون مرة. شكرا. الشاي يا أخو حربي. شكرا. بعد إذنك يا مولانا، أنا هشرب الشاي والحق أرجع عشان المراقبة. ليس قبل أن تعرف مهمتك الأولى. خيرا بإذن الله. الإخوة نجحوا في جلب قنبلة من السودان وعرفوا إن لها القنا. كنا بنفكر نوجه ضربة قاسمة لقلب النظام الطاغوتي ونفجر بها السياح اللي بينزلوا الأقصر، لكن بعد أن تشاورنا تبين أن تفجير السياح في الأقصر سيكون له أثر عكسي وسينفر الناس منا. الأمير قرر المرة دي أن العملية تبقى في القاهرة عاصمة مصر، عشان نوري للعالم كله أن الدولة اللي بتعذب إخواننا ما هي إلا نمر من ورق. مهمتك يا أخ حربي هي توصيل القنبلة للأخوة في القاهرة. وإيه هو الهدف اللي هتعمل معاه؟ يعجبني حماسك وحرصك على دينك، كل حاجة هتعرفها في وقتها إن شاء الله. هو بس يعني عفوا يا مولانا، يعني من الحكمة إن أنا أكون لسه طالع من أمن الدولة وأقوم بنقل قنبلة؟ ومين قال إن أنت اللي هتنقل القنبلة يا أخ حربي؟ من مين؟ الجماعة إن شاء الله. مش أنت بتقولوا على الزوجة الجماعة برضو؟ مراتي؟ وهل تستكثر الأخت زوجتك على الشهادة في سبيل الله؟ لا، بس هي ممكن ترفض وتعمل لنا فضيحة. يا حربي فهمني كويس، لا إله إلا الله، هي مش هتنقل القنبلة، إنما هتكون معاك وإنت بتنقل القنبلة. وجودها معاك هيبعد الأنظار عنك ومش هيخلي حد يشك فيك. يا أخ حربي، إحنا ودعنا أيام التفكير، إحنا دلوقتي في أيام التنفيذ، وإنت بقيت مننا وإحنا بقينا منك، مفيش داعي للتردد يا أخي. يصنع الله الخير. السلام لله يا أخ حربي. ما أنا سلمت عليك الصبح، هي حكيوة. كنت فين؟ كنت وديني رجعت، في حاجة؟ صدق رد مناسب قوي، طول عمرك تحب الاختصار في كل حاجة، مختصر المفيد. أمال فين الناس؟ أنهي ناس؟ ناس البيت. ماما الحاجة خدت الستات كلهم حتى صباح وراحوا يزوروا مقام الشيخة بالعيون، بتقول عليها نادر. يوه، مش هنبطل شغل التخريف والجنان ده. تخريف ايه وجنان ايه؟ ده جامع زيه زي اي جامع، هيصلوا وهيرجعوا على طول. السلام عليكم. ازيك يا انجيل؟ اطلعي بره يا حرمه انت، واياكي اياكي تعتب الدار دوت، لو شفتك هنا هفرج عليك البلد كلها، فاهمه؟ دي اخرتها؟ ده انا مرضع اختك يا ابو الحاج. على العموم انا اللي الحق عليا. يا لعبو سيدي. ايه ده؟ هي دي اخلاق الاسلام؟ ولا كلمه. الوقت فيه دم بيننا وبين النصارى، الولايه دي ممكن تسم اي واحد من اهل البيت. يا حرب، يا حرب حاول تفهم. مفيش مناقشه، اللي بقوله يتنفس بالحرف الواحد. يا اخي حرام عليك، اسمعني الاول واخر مره. صاحبك اللي ورطك في كل ده هرب، التلفزيون بيقول ان الجماعه هربته. انفت بجلدك يا حرب، تعال انا زي بقيت خلق الله معايا عايشه. تعال نسافر. نسافر فين يا خديجه؟ نروح مصر، هناك هتعرف تفكر وتعرف عدوك من حبيبك. انا مش فاضي رد النسوان دي، ورايا مشاكل. تعال هنا، انت رايح فين؟ دي اخر مره تساليني رايح فين وجاي منين. انت تقعدي زيك زي اللي قاعده عليه ده. تعليمات مساعد اول الوزير تتنفذ بسرعه وفي سريه تامه،
عايزين نهجم عليهم مره واحده ومش عايز اي حد منهم يهرب. يا فندم كل الاجراءات جاهزه مستنيين سيادتك تحدد ساعه السفر. بس الحكايه خدت ابعاد ما كناش عاملين حسابها. ازاي يعني يا فندم؟ امريكا يا سيدي. امريكا؟ لجنه الحريات في الكونجرس بعت لجنه تقصي حقائق لمصر، وانت عارف. عارف يا فندم ان مصالحنا معاهم معقده جدا وصعب جدا نضحي بيها. حدد لي حضرتك ساعه السفر وانا جاهز. ايوه سعادتك، اطمن سعادتك كله تمام. يعني طولت رقبتي؟ يا فندم انا بفتخر ان انا تلميذ اللي هو علاني. والواد ممدوح فوزي مش موجود في البلد، بعت ناس يجيبوه من مكتبه في اسيوط. تمام يا فندم، مع السلامه يا فندم. عالم مفتريه، هربنا ريحنا منهم. اسكت في الخشمك، يكون معاهم سماعات يسمعونا. ما توديناش في داهيه. هم على طول كده يسيبوا الحمار ويمسكوا في البردعه اللي خربوا البلد. عيلد عبد الدايم خاطر. بسليوز قلبي عندك يا بسليوز. شد وتزول يا علي، نصيبنا كده. خلي بالك منه يا بنوب. ما تخافش يا مولانا، لو ابنك ما سلمش نفسه هتشرف عندي انت وامه، فاهمني يا علي؟ عنديش هيقول ليكم، ولو عايزين تاخدوني دلوقتي خدوني.